أهلا بكم إلى حوار المساء. في اتفاق وصفه كثيرون بالتاريخي توصلت إيران إلى صفقة مع مجموعة 5+1 وافقت بموجبها على تجميد مؤقت لبرنامجها النووي، والتزمت بكبح أنشطتها النووية مقابل إعفاء جزئي تدريجي من العقوبات الاقتصادية. وستمنح فترة ال6 أشهر المقبلة التي تضمنها الاتفاق ما يكفي من الوقت للتفاوض بشأن اتفاقية أكثر شمولا. ما هي تداعيات هذه الصفقة على دول الجوار الإيراني؟ هل سيزيد الحوار بين طهران والغرب من الاحتقان في منطقة الخليج؟ أم سيكون سببا في الانفراج وتخفيف أجواء الاستقطاب السياسي؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه عواصم المنطقة خلال المرحلة المقبلة لإسماع صوتها وإيصال انشغالاتها إلى الأطراف المتفاوضة؟ تداعيات الاتفاق الإيراني الغربي على دول الخليج سيكون إذن هو موضوع حوارنا لهذا المساء. نرحب بضيفينا في حوار المساء. معنا في الاستوديو الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور سلطان النعيمي، ومن الرياض رئيس تحرير صحيفة الشرق السيد جاسر الجاسر. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك. ولكن قبل بدء الحوار نتوقف أولا مع تقرير يعود فيه الزميل خالد الكاشف إلى أبرز بنود وتفاصيل هذا الاتفاق. أخيرا وضعت مفاوضات جنيف النووية الماراثونية أوزارها، وارتسمت ملامح نهاية بدت سعيدة في أجواء من الود والوئام. طهران حافظت على شعرة معاوية الأخيرة مع مجموعة 5+1، ووقعت على اتفاق تاريخي يضمن اعترافا ببرنامجها النووي وحقها في التخصيب. وبموجب الاتفاقية تلتزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5%، وتقوم طهران بإتلاف جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتوقف أيضا العمل في مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل لكي يصنع البلوتونيوم، وتسمح لفرق التفتيش والمراقبة الدولية بحرية الوصول للمنشآت النووية، ولن يكون بمقدور إيران تركيب أو شراء أجهزة طرد مركزي، وسيكون نشاط التخصيب الإيراني محدودا. في المقابل يمتنع الغرب عن فرض مزيد من العقوبات على إيران خلال 6 أشهر حال التزامها بالاتفاق، وكذلك تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بما قيمته 7 مليارات دولار. الإدارة الأمريكية أشادت بالاتفاق وحذرت من أن عدم التزام طهران بالاتفاق خلال ال6 المقبلة سيعرضها لمزيد من العقوبات. دبلوماسية فتحت مسارا جديدا لمستقبل أفضل يمكنه أن يضمن لإيران برنامجا نوويا سلميا، ويمكننا وضع عقوبات أقوى إذا لم تلتزم بما اتفقنا عليه. وأكدت باريس أن الاتفاق يؤكد حق إيران في الطاقة النووية السلمية، لكنه يلغي أي إمكانية لحيازة السلاح النووي. تجاوزنا العوائق التي اعترضت المفاوضات، والاتفاق يؤكد حق إيران بامتلاك الطاقة النووية السلمية، لكنه يلغي تماما أي إمكانية لها لامتلاك القدرة النووية العسكرية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على أنه سعى للرد على المخاوف الدولية واحترم حق الشعب الإيراني. كنا مؤحدين في التوصل إلى اتفاق وسعينا إلى الرد على مخاوف المجتمع الدولي والتحرك بشكل يحترم الحكومة والشعب الإيرانيين. أما طهران أعلنت أنها ستزاول حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية بموجب الاتفاق. لطالما آمنا بأن الحرب ليست هي الحل، وأعتقد أن الخطة الحالية تضمن حقنا في التخصيب. الاتفاق يعتبر منعطفا تاريخيا في مستقبل إيران والمنطقة، وتبقى الأفعال خير متحدث لترجمة الاتفاق إلى حقيقة. إذا نرحب بضيوفي وأبدأ معك دكتور سلطان. بداية مساء الخير، يعني هل كان هذا الاتفاق متوقعا أم أن اختراقا ما حصل في اللحظة الأخيرة من المفاوضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ فيصل وأستاذ جاسر. في الحقيقة أن المؤشرات الأخيرة في الفترة الأخيرة كانت توحي إلى أن هناك نوع من الاتفاق، لأننا نتحدث بوضوح بداية هو اتفاق مبدئي لكي تكون الأمور واضحة بالنسبة للمشاهد. بالرغم من تصريحات المرشد في أن إيران
سوف لن تتنازل عن حقها ولن تتنازل عن هذه الأمور. هي كانت إيران تتحدث تحديدا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وقد نجحت في هذا الأمر. هي نسبة التخصيب وصولها لنسبة 20% ومن ثم تخفيضها إلى 5% حققت هذا النجاح الذي كانت تسعى له. إيران كانت أو النظام الإيراني كان يريد أن يظهر بصورة قوية في الداخل الإيراني ويبدي عدم تردده. دعنا من هذه البروباغندا اللي في الإعلام الإيراني ويتحدث عن أن هذا نصر وتحقيق نصر، هو فقط في مسألة الاستمرار في تخصيب اليورانيوم. الاستمرار في تخصيب اليورانيوم كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي لم يتم يعني إعطاء التصريح لإيران بمسألة التخصيب، في حين أن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن هناك اعتراف دولي بهذا الأمر. الحقيقة هو الأمر الآن مرهون في مسألة 6 أشهر القادمة، هل إيران ستلتزم بهذا الأمر؟ إذا مسألة التخصيب هي استمرار ولكن وفق تفتيش معين، قد إذا كان هناك أي إشكالية سوف يتم التراجع من الطرفين. وقد أشير في البنود إلى أن هناك تفتيش وقد يكون هناك اجتماع طارئ للـ5+1 مع إيران في حال التردد أو في حال وجود أي إشكالية في هذا الأمر. سيد جاسر، يعني بداية مساء الخير، كيف تنظر إذن دول الخليج في ظل الوصول إلى هذا الاتفاق في اللحظات الأخيرة، وكيف تفسر أيضا بنود هذا الاتفاق؟ مساء الخير طبعا جميعا. الاتفاق كانت مؤشراته من فترة، يعني من يمكن من بداية مارس كان هناك نوع من الغزل الاستثنائي بين واشنطن وطهران، وتفاعلت بالفترة الأخيرة. لم محصلة الاتفاق لا تعطي ذاك الإيحاء بأن النشوة الإيرانية القائمة بأنها حققت إنجازا كبيرا، لكن أنا أعتقد أنه خطرها بالنسبة للخليج تحديدا، أنه هذه المسألة اللعبة تمت في تغييب لدور الخليج تماما ولقضايا. نحن نعرف إيران جيدا كما قال خالد في تقريره، هي المهمة الأفعال. نحن تعلمنا عبر سنوات معنى الخطاب الإيراني والرسائل المتناقضة والمتداخلة، وتعلمنا وعشنا وشهدنا أيضا تجارب التدخل الإيراني في ما يقلق الخليج. ليس مثل هذه الصفقة بحد ذاتها وانعكاساتها الاقتصادية بشكل أساسي، لكنها قد تتضمن بشكل ما إعطاء يعني مهلة مريحة لإيران لتعاود نشاطها في المنطقة لتمتدها بشكل أكبر وأكثر بكثير. يعني كأن إيران هي الكاسب الأكبر من المعركة. هي استغلت أنا أعتقد المأزق إدارة أوباما وعقدت هذه الصفقة. هي فرحة لإدارة أوباما بهذا الإنجاز، لكن الكاسب الأساسي هي طهران، حققت تقريبا معظم ما تريد، بينما الجزئيات الأخرى هي مطروحة للمناقشة خلال الفترة الماضية. لنتكلم اليوم، يعني إيران تعطي رسائل كالعادة، وهي رسائل نسمعها من سنوات، أنه أمن الخليج والاستقرار. هذه رسائل لا توجد على أرض الواقع. يعني القلق الخليجي الوحيد الآن يكمن من إيران تدخلاتها، الجزر الإماراتية، البحرين، السعودية، ثارت شغب السعودية في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، في فلسطين. نعم. هذه كل قضايا يعني المصرية. سيد الجاسر، يعني لا تكفي يعني تصريحات أيضا أوباما فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه في حال لم ينجح إيران والتزمت خلال 6 أشهر ستعاد العقوبات وستطرح من جديد. والله أعتقد لو رجعنا تصريحات أوباما طوال الفترة الماضية، يعني أوباما يعني شخصية جميلة لكنه في مستوى السياسي أقوالهم متناقضة ومرتبكة ومتداخلة بشكل. ونستحضر المشهد المصري إلى فترة قريبة كيف تنوعت وتبدلت لغة الخطاب الأمريكي مرات ومرات من القبول والرفض والحالة الوسطى. لا نطمئن تماما إلى إدارة أوباما في ظرفها الحالي وفي حاجتها إلى تحقيق أي نجاح. نحن لابد أن يكون عندنا في الخليج قلق حقيقي من مثل هذا الاتفاق وانعكاساته، خصوصا في الميدان، خصوصا ما يحدث في الميدان الآن من جانب طهران وتحديات المستمرة الآن. هل الاتفاق تم بشكل معزل؟ هل سيؤدي بالنهاية إلى منح إيران فرصة أو مجال الحركة في المنطقة بشكل أوسع؟ قد تلتزم إيران بالاتفاق النووي، لكن أيضا ستنعكس تحركاتها الميدانية علينا نحن، على دول الخليج تحديدا، على دول مجلس التعاون بشكل أساسي، وما تشاهده من التصرفات الإيرانية. طيب. الإمارات إذا الدكتور سلطان، يعني أول دولة خليجية رحبت بالاتفاق من منطلق خليجي بحت، هل توافق السيد جاسر على أن على دول الخليج بالفعل أن تقلق من مسار هذا الاتفاق؟ هو لا شك القلق لا زال موجودا، والتدخلات الإيرانية في المنطقة واضحة وضوح الشمس، تدخلات في البحرين ولا زالت إشكالية قضية الجزر الإماراتية المحتلة. هناك عدد من القضايا ما تستمر إيران في سياساتها.
أما فيما يتعلق بالترحيب الإماراتي، نحن لاحظنا أن البيانات قمم مجلس التعاون الخليجي كانت دائما ما ترحب بوجود حل سلمي ما بين الدول المعنية والبرنامج وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. فمسألة الترحيب باعتقادي أنها تأتي فيما يتعلق بالبنود التي كانت دائما ما تخرج في الدبلوماسية وما يخرج في ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي. ولكن هذا الترحيب لا يعني بأي حال من الأحوال أن دول الخليج تطمئن لإيران وتطمئن لتصرفاته هناك. في اعتقادي أن هناك أجندة طويلة لا بد من متابعتها، ولا بد أن نرى في هذا الاتفاق هل سيكون بادرة لحسن النية التي ستقدمها إيران أو لا. من ضمن البنود التي أشير لها أن إيران لا بد أن تتعهد بعدم تهديد دول المنطقة والعالم بهذا الأمر، لا بد لإيران أن تلتزم بهذا الأمر. ونحن نريد هنا في دول مجلس التعاون الخليجي أن لا ننتظر ما الذي سيثمر أو سينتج عنه التقارب الأمريكي مع إيران، النتائج البرنامج النووي. نحن لدينا من الأدوات القوية التي نستطيع أن نستخدمها لكي نكون لاعب بارز وقوي مؤثر، لا ندع لا إيران ولا غيرها. ما هي طبيعة هذه الأدوات أو الخطوات التي يجب على دول الخليج أن تخطوها خلال هذه المرحلة؟ لك على سبيل المثال ما حدث في مصر والموقف القوي للسعودية ودولة الإمارات، وكان هناك مواقف السعودية على سبيل المثال ورفضها لمقعد المجلس الأمن، لم يكن ردة هي ليس الرفض وإنما ردة الفعل والأصداء القوية التي جاءت مع هذا الرفض هي في حد ذاتها لدينا من الأدوات القوية. أنا ما أريد لأشير وإشارة للمشاهد الكريم أننا نحن دول الخليج لدينا من الأدوات القوية التي لا ننتظر. أنا للأسف لا أرى في المحللين فقط يتخوفون من هذا الأمر. لماذا لا نستخدم أدواتنا القوية ونكون عناصر قوية لنفرض على الآخر احترام هذا الأمر؟ أيضا السعودية حذرت دكتور سلطان، وأنتقل هنا بالحديث إلى السيد جاسر، يعني حذرت أمريكا والغرب من تبعات صفقاتها مع طهران، أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فشلت مفاوضات النووي لإيران. هذا الحديث كان قبل الاتفاق. ما هي يعني الخطوات التي يمكن لدول الخليج أن تمارسها أو أوراق الضغط حتى تكون مؤثرة في مسار المفاوضات النووي الإيراني؟ احنا لازم ننتظر حقيقة موقف خليجي متكامل، يعني لم تتبلور الآن الرؤية أو الطرح الخليجي تجاه هذا الموقف، مدى القبول، مدى ما هي النقاط التي تسجل الاعتراض. لا زال يعني كالعادة دول الخليج دائما ميالة إلى الهدوء والترقب أكثر منها العجلة والتسرع، لم تتحمس بشكل مطلق ولم تعارض بشكل مطلق. أيضا هي يعني تستطيع دول الخليج تقول هي دائما الرسالة الثابتة لدول الخليج، إيران جارنا الذي لا يتحرك، لا نستطيع يعني بالتالي ولسنا ميالين خريجين الحرب، وليست ثقافة الخليج تقوم على هذا الأساس أو تدبير الصراعات والنزاعات، لكنها تعاني منه الآن. اليوم هي ستطالب بإجراءات. أنا أعتقد أنه الآن يجري تواصل يمكن من بعض يعني العواصم الغربية نعم، لكن تصريحات عفوا مقاطعة سيد جاسر، يعني تصريحات الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز يعني قبل أيام قال أن كل الخيارات متاحة، ولكن ما هو مضمون هذه الخيارات التي يتحدث عنها الأمير؟ طبعا الخيارات السعودية دائما خياراتها سياسية وتقوم وتدرك أن هذه المسألة ومعها دول الخليج جميعا بلا استثناء أنه الاستقرار في هذه المنطقة أساسي، نحن نتعايش بالضرورة وليس لنا خيار آخر، لا أحد يميل لحرب أو ما شابه، لكن الضغوطات، تغيير العلاقات، تحريك القوى مثل ما قال الدكتور سلطان، يعني اليوم ما أثبتت دول الخليج تحديدا أو هي الخيانة الوحيدة الموجودة عربيا يمتلك قوة سياسية واقتصادية ضاغطة، واستطاعت دول الخليج أن تتحرك في الفترة الأخيرة في مصر تحديدا بشكل بارز، وأثبتت أنها قادرة على أن تعيد صياغة المواقف بشكل قوي، وهي لها حلفاء المختلفين بغض النظر عن واشنطن. فإذا ما كان هناك يعني حالة تجاذب أو حالة قصور أو فتور في العلاقة أو في نزعة أمريكية لتعديل موازين القوة بما يتفق مع مصالحها، أيضا إحنا لنا مصالحنا اللي نستطيع أن نتحرك إليها ككتلة خليجية بشكل أساسي. أنا لا أعتقد السعودية تحديدا، أنا أعتقد دول الخليج تتحرك بشكل واحد لأن هاجسها مشترك وقلقها مشترك، والتهديد الإيراني لا أو المخاطر الإيرانية لا تمس دولة دون أخرى.
فبالتالي لا يمكن الا ان يظهر الصوت الخليجي بشكل واحد وفق سياسه واحده وتمارس، والصين تحرك واعتقد سنشهد. يمكن الان تميل دول الخليج للمراقبه وترقب ماذا سينتج في الوضع او ماذا سيتحقق على ارض الواقع مثل ما ذكرت خلال الاشهر القادمه، لكن ايضا لا اعتقد ان ستنتظر طويلا، لابد ان يكون هناك حركه دبلوماسيه نشطه يعني استشراف الواقع ومعرفه ماذا يحدث وبالتالي كيفيه بناء خطط التعامل معه وعلى اي اساس. وبعيدا رغم التأكيدات الأمريكية بالأمن والاستقرار نحن لا نثق فيها كثيرا فعلا، لأنه ما يحدث عكس ذلك تماما. اليد الإيرانية يعني طويلة وممتدة في كل مكان وهي حيلة، وخامني وصف الاتفاق بأنه خطة ذكية ولا نعرف هل ستلتزم إيران فعلا أو لا، لكن هناك فبالتالي نحن لدينا نعم يعني لدينا استقرار للوضع خطوة أولى. نعم، لكن هناك سيد جاسر من يرى أن أي انفراج بين إيران والغرب سينعكس انفراجا على الخليج. وانتقل هنا بالنقطة إليك دكتور سلطان، يعني هناك من يربط أي انفراج بين إيران والغرب أنه سينعكس إيجابيا على دول الخليج، ما رأيك؟ هو بلا شك يعني مسألة أنه سينعكس إيجابيا، أنا معي ينعكس سلبيا يعتمد على دول الخليج وعلى المنطقة ومدى قوتها وتأثيرها. إذا تركنا الحبل على الغارب وتركنا الأمور سواء بيد أمريكا أو بيد إيران أو بيد أي دولة أخرى، فهي لا شك أنها ستضع نصب المصلحة نصب عينيها وتقوم بتنفيذ هذه الأمور. حينما تكون هناك قوى أخرى في المقابل، وأنا أتفق مع الأستاذ الجاسر في الموضوع، أن نحن لا نتحدث عن قوة يعني ممارسة ما تقوم به إيران في التدخلات، لا، نحن دول الخليج في منأى عن هذا الأمر وأعتقد أبعد من هذا الأمر، على العكس تماما لدينا من السياسات القوية ولدينا من التأثير القوي الذي نؤثر فيه على الآخر. فإذا كان هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا، إذا سينعكس إيجابيا لأننا اتخذنا الخطوات اللازمة التي نجبر فيها الطرف الآخر ليقوم ويعمل ألف حساب لدول الخليج. دول الخليج، لا أنا لا أقول هذا كأني يعني أحاول أبالغ في هذا الأمر، ولكن بالفعل دول الخليج أثبتت أنها من القوى القوية والمؤثرة. وما حدث في مصر والتصريح الأخير لكيري حينما أشار إلى أن الأخوان قد سرقوا الثورة في مصر، فلنرى كيف كان الفرق قبل وبعد من خلال تأثير دول الخليج في هذا الأمر. ما أريد أن أشير له مسألة اعتبار هذا الاتفاق إيجابي أو سلبي هو يعتمد على ما ستقوم به دول الخليج في ما الذي يمنع إذن دول الخليج من التأثير في مسار المفاوضات أو حتى أي يعني علاقاتها مع إيران، أيضا مفاوضات بين الدول 5+1 وإيران، ما الذي يمنع دول الخليج من التقدم في ذلك؟ أنا في اعتقادي أن البنود التي أشير لها هي بنود للعلم هي قاسية جدا على إيران، بغض النظر عن هذه البروباغندا التي قدمتها إيران في وسائل إعلامها، ولكنها أمور مؤثرة جدا. ولكن ما حققته إيران بالفعل هي حققت البقاء على تخصيب اليورانيوم، ولكن لا زال لديه خطوات. مسألة الاقتصاد والتخلص من العقوبات الاقتصادية هذا ما تسعى له إيران، ولكن خلال الفترة هذه نحن دول الخليج هنا والدول الإقليمية لا بد أن تلعب دور مؤثر خلال الفترة هذه، لأنها هي فترة جس نبض للنظام الإيراني وماذا ما سيلتزم به. في هذه الفترة نحن لن نقعد مكتوفي الأيدي، ولكن لا بد من أن نؤثر، ولا أعتقد أن دول الخليج ستبدأ بالتأثير، وإنما هي دول مؤثرة منذ فترة طويلة جدا. وأنا أعتقد أن أمريكا والإدارة الأمريكية تضع هذا الأمر نصب عينيها بلا شك. إذن سيد جاسر، كما يرى الدكتور سلطان الاتفاق يوقف تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5%، أيضا عقوبات صارمة على إيران، ومع ذلك روحاني يتحدث عن أن الاتفاق يقر حقوق إيران النووية وأن إيران ماضية أيضا في تخصيب اليورانيوم، كيف تنظر لهذه التصريحات؟ والله أنا لا أثق في الأيديولوجية، وإيران دولة أيديولوجية مصمتة تماما. الحسابات السياسية عندها تختلف، حتى نشاطاتها في الخليج النشاطات التخريبية تقوم على أيديولوجيا وليس تقوم على رؤية سياسية، وهذا من سبب الاختلاف. والخطاب الإيراني بطبيعته متعدد ومتناقض ويصعب السيطرة عليه. يعني وجدنا تماما صالحي حينما كان وزير خارجية قدم رسائل إيجابية للخليج للمصالحة والتقارب ورحب دول الخليج، ووجدنا العكس، يعني تحولت الأمور إلى نقاط أسلم وصارت محاولات اغتيال وتخريب وتدخل وإرسال شبكات تجسس.
الخطاب الإيراني اليوم يفتخر أنه حقق إنجاز. أنا أعتقد أنه فعلا حقق إنجاز، استطاع أنه يكسب، استطاع أنه يستغل الضعف الأمريكي أو الولع الأمريكي في تحقيق، ونجح إلى درجة كبيرة. لا نعرف ماذا ستكون الخطوات، لا أثق أن إيران ستلتزم بالتفاصيل بشكل كامل، قد تبني حسابات أخرى، قد أمريكا أيضا تهادن نتيجة تطلعات روسيا والصين ودخولها أيضا في الصفقات بشكل. نحن لو تحسن الوضع نتمنى أن إيران تبادر في الخليج، نحن لن نتضرر اقتصاديا، بالعكس يعني سيكون هناك مكاسب مشتركة لكل أطراف. حريصة دول الخليج بالكامل على حوار وعلاقات ودية مع الحكومة الإيرانية بغير صورتها القائمة. نتمنى أن يكون روحاني فعلا قادر يحدث فرقا حقيقيا، وبالتالي يمد يد التقارب بدون تدخل. لكن ما نعرفه أيضا أنه إيران يعني مشكلتها الكبرى والوحيدة والأساسية أن رجل يقودها شخص واحد، يقودها خامنئي، وما يقرر خامنئي يمضي بغض النظر عن الفرق السياسية وبغض النظر عن الأشكال الديمقراطية الوهمية اللي موجودة في إيران. في إيران كل ما يقال لا يمكن أخذه بجدية، ولا يمكن الاعتماد عليه نهائيا، لأنه ممكن يتبدل في يوم وليلة، ويمكن أن يكون مصيدة لفعل آخر أو لرغبة أخرى أو نزعة أخرى. نحن نريد من طهران أن تغير موقفها وتلتزم جديا وتدخل في حوار. لا أعتقد، لا يبدو الصراحة حقيقة أن واشنطن دعمت خلال المفاوضات النووية أي توجهات في كف يد إيران وبالتالي بناء علاقات، أو ساهمت الدول المجموعة 5+1 في الموضوع. لا يبدو لي، أنا يبدو لي أن هناك جزء من الصفقات لا تستسلم إيران عن حلمها التاريخي بهذا البساطة وبهذا الشكل، وأن تسلم كل طاقتها التي راهنت من أجله ولعبتها الأساسية من أجل يعني مجموعة مليارات. لابد أن يكون هناك خطوات أخرى. أعتقد أن إيران حصدت بعض المكاسب غير المرئية وغير الظاهرة حاليا، وإذا كانت هناك فعلا مودة ورغبة جادة في الحوار، فأهلا وسهلا، ننتظر الأيام وستظهر حقيقة النوايا الإيرانية بشكل واضح. نعم، جانب مهم تحدث عنه السيد جاسر، وهو يعني في الشأن الداخلي على السيد الداخلي الإيراني، ألن تثير هذه التنازلات من قبل إيران خلافات بين يعني المحافظين والإصلاحيين، أم أن الموضوع متعلق فقط برأي المرشد الأعلى خامنئي؟ هو أنا أتفق مع الأستاذ الجاسر فيما يتعلق بالأيديولوجية الإيرانية، ولكن لا بد من النظر لمنظور آخر. حين ننظر إلى إيران لا ننظر إليها كروحاني أو المرشد، نحن ننظر إلى النظام الإيراني بشكل عام. النظام الإيراني دائما ما يستقرأ الداخل والوضع الإقليمي والوضع الدولي، رأى في الوضع المحلي في إيران أن هناك صعوبات كثيرة، ثم انتقل للوضع الإقليمي رأى أنه حقق نجاحات في سواء في سوريا أو غيرها، ومن ثم رأى في الوضع الدولي أنه مستقبل لمسألة الانفتاح. فيما يتعلق بالداخل الإيراني، ترحيب المرشد لهذا الإنجاز، البروباغندا اللي تقدمها وسائل الإعلام في إيران رغم الخسائر التي هي خسائر. أنا أتفق مع الأستاذ جاسر أن إيران حققت نجاح فيما يتعلق بالبرنامج النووي. القومية الإيرانية كانت رافضة جدا لمسألة وقف التخصيب نهائيا. النظام الإيراني كان ناجح لإيصال نسبة تخصيب 20%، ومن ثم المناورة في هذا الأمر. ما أريد أن الإشارة له أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مبدئية ستستمر لست شهور، ومن ثم تستمر في هذا الأمر. في هذه الفترة دول الخليج والعالم سوف يكون أكيد لا شك مراقب لإيران في هذا الوضع. في اعتقادي أن دول الخليج في هذه الفترة هي قادرة على التأثير على المسار، ويجب أن نرى أن الترحيب سواء من دولة الإمارات أو من البحرين قد نعطي إشارة إيجابية كما كنا نعطي سابقا، وهذا نهج لدول الخليج أننا نرحب بهذا الأمر، وهي اتفاقية مبدئية لنشر السلام في هذه المنطقة. ولنرى خلال هذه الست شهور ما الذي ستقدمه إيران، كيف دول 5+1 ستراقب الأمر، ونحن يجب أن لا نقف موقف المشاهد، بل لا بد من التأثير السياسي الذي لدى دول الخليج دور مؤثر في هذا الأمر. نعم. سيد جاسر، طيب ما هو المتوقع خلال يعني في رأيك خلال الستة أشهر المقبلة، وانعكاسات أي تطور سواء كان سلبيا أو إيجابيا على دول الخليج بالتحديد؟ في نقطة اتفق فيها مع الدكتور سلطان كليا، أن دول الخليج لابد أن نشهد لها تحرك، لابد أن يكون يجب أن تمارس حضورها وسطوتها وفعلها، وأن ترسخ دورها كلاعب أساسي، ولا تبقى منتظرة أو مراقبة أو مكتفية بالترحيب أو الاعتراض أو ما شابه. لابد حقيقة، لأن المسألة لا تحتمل الأشهر القادمة. أنا شخصيا غير متفائل، ولا أظن أن الحكومة الإيرانية يعني أرجع وأكرر كثيرا قلت أنه خاتمي كان مرحلة إيجابية فرحنا بها كثيرا وانهارت، روحاني نفرح فيه اليوم وقد ينهار.
الأيديولوجيا لا تتعامل بالمنطق ولا تتعامل بالعقل، والرغبة الفردية لا تؤسس دولة حقيقية، وما تفعله إيران لا يتفق مع سياسات ومصالح يعني حقيقية لا تراهن على مستقبلها. الشعب الإيراني يمكن يعيش في مجاعة وضائقة اقتصادية، الحالة الداخلية في غاية السوء تماما، وهي معنية بما تحققه وما تمارسه على سوريا. اليوم حزب الله وصل إلى الحدود الأردنية، العراق وما يعني ما حدث فيه، كل هذه مؤشرات لا تبشر بالخير ولا أنا متفائلين. أنا أخشى أن تكون إيران تأخذ هذه الهدنة وتسترد أنفاسها ثم تبدأ تعاود العبث والتلاعب في المنطقة بشكل أكبر، لعلها أيضا تحقق شيء على أرض الواقع إن لم يكن هناك فعلا صفقات معينة تسمح لإيران أو تغض النظر، لأنه إلى اليوم لا أحد ينتقد تدخل إيران في سوريا، وهو تدخل فاضح وصريح وجاف، ولا تدخل في البحرين أيضا. يعني هذه المسائل الظاهرة على الأرض هذه عدوان، تعتبر عدوان حقيقي. نحن نريد من الإيرانيين أن فعلا نقدم رسالة لنتفاءل خيرا، ونقول أن روحاني قد يكون حالة مختلفة ومتغيرة، وأن الخطاب الإيراني تغير، وأن كنت أشك أن يتغير خطاب بين يوم وليلة بمثل هذه السهولة ومثل هذه البساطة. لمجرد لا أعتقد أن الخامني سيغلق على مصلحة الشعب أو سيكون متضايقا كثيرا في سبيل أيديولوجيته بسبب الحالة الاقتصادية اللي يعانيها الشعب الإيراني. أعتقد أن الأيديولوجيا تسيطر عليه وتقوده لتحقيق إنجازه. هو رجل يحمل هم معين في نشر الثورة والهيمنة الإيرانية، هذه رسالة. هو يعني يقدم فكرة غازي أكثر ما يقدم فكرة سياسي يخدم مصالح بلده بشكل أساسي، ويراعي المحيط المجاور والمنافع المشتركة. طيب سؤال الأخير إليك دكتور سلطان، يعني ما هو طبيعة التحرك المطلوب من دول الخليج، سواء كان أي تطور خلال المرحلة المقبلة أو خلال الستة أشهر سلبيا أو إيجابيا؟ هو في البداية طبعا دول الخليج لديها همومها، وهي مدركة تماما للخطوات التي لابد من اتخاذها. نقطة مهمة جدا، إيران دائما ما تبحث عن مصلحتها. مسألة النفوذ الإيراني ومسألة الظهور كقوة إقليمية منفردة، هذا جزء لا يتجزأ في الشخصية الإيرانية. ما تطرق له ظريف في صحيفة الشرق الأوسط والانفتاح على دول الخليج، لابد أن ينظر له من منظور أن إيران تسعى لأن تكون هي الدولة المسيطرة، وعلى بقية الدول أن تكون تابعة. هنا يأتي دور دول الخليج لتكون دول مؤثرة، ليسمع لها صوت كي تدرك أو يدرك النظام الإيراني ويعيد حساباته، أن في حالة قيامه بدور مؤثر، هذا الدور المؤثر لا شك أن إيران دولة إقليمية مؤثرة، ولكن هناك دول أخرى مؤثرة جدا، دول لابد أن تنظر إليها إيران الند للند، وليس نحن دول تابع. إذن ما يجب على دول الخليج هو البحث عن العوامل القوية التي تساعدها للظهور، وأن يكون صوتها قويا جدا، يجبر الطرف الآخر أيا كان أن يكون تعمل حساب وألف حساب لهذه الدول، وهي دول الخليج العربي لا شك. إذن أشكرك دكتور سلطان النعيمي الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في سكاي نيوز عربية، وأيضا أشكر ضيفي من الرياض السيد جاسر الجاسر رئيس تحرير صحيفة الشرق، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء. إذن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com/المساء. موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت أبوظبي. إلى اللقاء.